pegar que isso, amigo lindo! لنكمل الرحلة معا. ملخص ومضمون رسالة أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك إلى الجماهير، رسالة مؤثرة وصلت لقلوب الجماهير. أفضل لاعب في مصر سيبقى من أجل كتابة التاريخ، من أجل المزيد من الألقاب، ومن أجل رحلته في تحطيم الأرقام القياسية. كرة بالعرض والرابع سيف يصنع وأنكل زيزو يسجل ويرفع رصيده، يؤكد تربعه على قمة هداف الدوري هذا الموسم في الزمالك. لا تسأل من سجل، قول زيزو سجل امتى. احمد السيد زيزو. شارك زيزو مع الزمالك خلال الموسم المنقضي في 30 مباراة في مختلف المسابقات ما بين بطولة الدوري وبطولة الكونفدرالية الافريقية، وشارك زيزو في 19 مباراة بالدوري، بينما شارك في 11 مباراة في بطولة الكونفدرالية الافريقية، وسجل زيزو 13 هدفا بواقع 9 اهداف في الدوري وأربعة أهداف في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وصنع خلال الموسم المنقضي 9 أهداف. استمرار زيزو مع الزمالك ربما يكون الخبر الأسعد بالنسبة للجماهير البيضاء. أصبح له في القلب مكانة، حضوره المؤثر وأهدافه وتمريراته وعشقه للكيان زاد من تمسك الجماهير باستمراره. ولأن الأحلام مع الزمالك لا تنتهي، فما زال أمام زيزو العديد من الألقاب والأرقام. بعد أن حصد لقبين لبطولة الدوري المصري، ولقب في بطولة كأس مصر، ولقب السوبر المصري، ولقبين في البطولة الكونفدرالية، ولقب في السوبر الإفريقي، إضافة إلى نجاح زيزو في وضع اسمه في خانة الأساطير، حيث اقتحم قائمة الهدافين التاريخيين لمدرسة الفن والهندسة، وما زالت الرحلة مستمرة. زيزو في كامل تركيزه وبريكوليني.